الجزء التاني من محاضرات البلوت، هنتكلم عن الاريثروبويسيس، تصنيع الار بي سيز. فمبدئيا كده نعرف اللايف سبان والفيت اوف ار بي سيز. يهمني بس ان احنا نعرف انها بتعيش 120 يوم، وانها لما بتتكسر الهيموجلوبين بيتاخد بالماكروفيجز عشان يتكسر بالماكروفيج اكشن لغايه ما يوصل لمركبات تتنقل للليفر، تمام، عشان تبقى ايه، تكون العصاره الصفراء او تدخل في مكونات العصاره الصفراء اللي بتفرز من الليفر، تمام، اللي هي المركب اسمه بيلي روبن. طيب الهيم فيه كمان ايرن، الايرن ده بيتاخد على شيال الحديد الترانسفيرن، وده هنتكلم عليه النهارده. ايه بقى عمليه الاريثروبويسيس؟ زي ما اتفقنا دي عمليه تصنيع الار بي سيز، بتتم في الادلتس في الممبرينس بونز، تمام، وبتتم في الانفانتس والتشيلدرن في البون مارو بتاع كل البونز اوف ذا بودي، لان كل ده بيكون اكتف يصنع، لكن في الادلتس مش كل البونز بتكون اكتف، هو فقط الممبرينس بونز. وفي الفيتس بقى قبل الولاده بيكون تصنيع الار بي سيز في الليفر والسبلين، مش في البون مارو خالص، تمام. يبقى البون مارو بتاع الانفانتس والتشيلدرن كله بيصنع ار بي سيز، بتاع الادلتس فقط الممبرينس بونز بتصنع، لكن في الفيتس الليفر والسبلين. ايه الفاكتورز اللي بتاثر على الاريثروبويسيس؟ هي الحاجات اللي انا محتاجاها عشان الاريثروبويسيس تبقى طبيعيه وتمشي تمام: المصنع يكون سليم اللي هو البون مارو، الليفر يكون سليم لان الليفر مخزن لحاجات كتير و بنستخدمه ل يعني تصنيع الجلوبين بورت بتاع الهيموجلوبين، في هرمونز مهمه للاريثروبويسيس، الاكسجين سبلاي تو ذا تيشوز، ده مؤشر مهم بيعرف الجسم اذا كنا محتاجين نزود او نقلل عمليه الاريثروبويسيس ولا ايه الاخبار، واخر حاجه الدايت اللي هو بيمدنا بالمواد اللي احنا هنصنع منها الار بي سيز. اول حاجه هيلثي بون مارو، لان زي ما اتفقنا ده مكان تصنيع الار بي سيز، ولذلك لما يحصل ديبريشن في الفانكشن بتاعه البون مارو بيعمل حاجه اسمها ابلاستيك انيميا، انيميا عدم التصنيع. ده بيحصل لما البون مارو يتدمر بحاجه من الفاكتورز دي زي الاشعاعات وبعض الادويه والاورام. تاني فاكتور قلنا الليفر، وده لانه بيصنع 15% من هرمون مهم هنقوله دلوقتي اللي هو الاريثروبويتين، ولانه زي ما اتفقنا مخزن لحاجات مهمه زي الايرن والفيتامين بي 12، بيصنع كمان الجلوبين بورت اوف هيموجلوبين. طيب ايه الهرمونز بقى المهمه اللي هي بتدخل في تصنيع الار بي سيز او بتنشط تصنيع الار بي سيز؟ عندنا الاريثروبويتين ده الاساسي، بيساعدوا بقى شويه هرمونز ثانيه زي الثايرويد هرمونز والجلوكوكورتيكويدز والاندروجينز، دول حاجات بتحفز الاريثروبويسيس. اكسجين سبلاي تو ذا تيشو، دايما بنقول ان الاريثروبويسيس عمليه تصنيع الار بي سيز بتتحفز قوي بالهايبوكسيا، يعني لما الاكسجين ينقص يتحفز الجسم انه يصنع ار بي سيز اكتر عشان تنقل اكسجين اكتر كتصليح للوضع، تمام. ايه الحاجات اللي ممكن تعمل هايبوكسيا فتزود تصنيع او تحفز تصنيع الار بي سيز؟ عندنا الهاي التيتيودز، الناس اللي ساكنه في المرتفعات، عندنا الاثليتس اللي هم الرياضيين، دول بيبقى عندهم حاجه بنسميها ريليتيف هايبوكسيا لان عضلاتهم دايما محتاجه اكسجين، فكأن الاكسجين المتاح اقل شويه من اللي هي محتاجاه، بالتالي بيبقى عندهم تصنيع الار بي سيز نشط، ولذلك الرياضيين بيبقوا يعني اقل عرضه شويه للاصابه بالانيميا. عندنا الهيموريدج، لو حد نزف ده بيعمل برده هايبوكسيا فبيحفز تصنيع الاريثروسايتس او الار بي سيز يعني، وامراض القلب والرئه اللي هي بتحجز الاكسجين، بتخلي وصول الاكسجين للتيشوز مش شغال كويس، برده ده بيحفز الايه الاريثروبويسيس عن طريق الهايبوكسيا، تمام. طب هي الهايبوكسيا ازاي بتحفز الاريثروبويسيس، يعني ازاي بتحفز تصنيع الار بي سيز؟ عن طريق انها بتستيميوليت الهرمون الرئيسي اللي بيحفز العمليه وهو هرمون الاريثروبويتين. نتكلم بقى شويه عن تفاصيل الاريثروبويتين، مش مهم مولكيولر ويت، السورس بتاعه مهم جدا. في الادلتس بيتصنع، هو في الفيتس الاول، معلش خلينا نبتدي بالفيتس، بيتصنع من الليفر، تمام، بيتصنع في الكبد. بعد الولاده يعني الجنين لو خدنا بالنا كده الليفر اتكرر مرتين، مره في تصنيع الهرمون اللي هو الاريثروبويتين، ومره في تصنيع الار بي سي شخصيا مع بالمشاركه مع السبلين. طب في الادلتس بقى، في الادلتس الهرمون ده بيتصنع في الكيدنز، الليفر بيسيب الوظيفه للكيدنز 85% منها وبيحتفظ لنفسه فقط ب 15%، تمام. يبقى لما اقول الاريثروبويتين بيتصنع فين في الادلت؟ 85% في الكيدنز، 15% في الليفر.
طيب ايه وظائف الاريثروبويتين؟ انه بيمسك في ريسبتورز زيه زي اي هرمون، بيمسك في مستقبلاته على الخلايا اللي بتتطور بعد كده تبقى ار بي سيز، فبيزود العدد وبيزود الديفلوبمنت. ستيميوليشن بتاع السكريشن قلنا اول حاجه تحفزه هي الهايبوكسيا، ومعاها بقى كمان الاندروجينز والادينوزين والالكالوزس والكوبالت سولتس والبيتا ادرينرجيك ستيميوليشن، دي الحاجات اللي بتحفز الاريثروبويتين. اخر فاكتور مهم للاريثروبويسيس هو الدايت، لان الاكل اللي احنا بناكله هو اللي هناخد منه العناصر اللي هنصنع منها الار بي سيز، فمهم جدا البروتينز في الدايت عشان الجلوبين بورت بتاع الهيموجلوبين، مهم الحديد عشان البروتوبورفايرين والهيموجلوبين، مهم الفيتامينز، وهنشوف ان فيتامين بي 12 وفوليك اسيد مهم في عمليه انقسام الخلايا اللي هتكون ار بي سيز، ومهم كمان الكوبر والكوبلت لانهم بيدخلوا في تصنيع حاجات معينه في البروسيس دي. اول حاجه اللي هو الايرن، اول حاجه مهمه في الدايت عايزين نعرف عنه ايه؟ عايزين نعرف الاتي. اول حاجه انه في حديد بنفقده يوميا، وهو ده اللي بيخلينا محتاجين يوميا حديد في الاكل علشان نعوض الفقدان. فقدان الميلز اقل من فقدان الفيميلز، تمام؟ وده علشان المنسترال بلاد لوس في الفيميل. الديلي انتيك بيبقى في حدود 20 ميلي جرام. طب انا بفقد 0.6، او لو في ميل بتفقد 1.2، بحتاج ليه 20 ميلي جرام لما هو ده بس اللي انا بفقده في اليوم؟ بحتاج 20 ميلي جرام لان مش كل ال 20 هيحصل لهم امتصاص، تمام؟ امتصاص الحديد بيتم ازاي؟ اول حاجه الايرن ان دايت، يعني احنا الاكل بتاعنا اللي فيه حديد حاجه من اتنين، يا بتبقى مركبات هيم فيها يعني فيها هيم، ودي زي اللحوم والكبده والحاجات اللي زي كده، يا اما بيكون حديد ماسك في مركبات تانية زي بقى اللي في السبانخ والبتنجان والتفاح والحاجات دي. فاللي بيبقى ماسك في مركبات تانية غير الهيم بيبقى فيريك ايرن، ما بيبقاش في الرس، تمام؟ طب ايه المشكله؟ ايه الملحوظه دي؟ يعني اهميتها ايه؟ اهميتها ان الايرن عشان يمتص من الجهاز الهضمي عندنا لازم يكون فيرس، وبالتالي لازم حاجه تحوله لي من صوره الفيريك لفيرس، تمام؟ طب بالنسبه للهيم بقى، لا الهيم براءه ما فيش اي مشكله، بيمتص زي ما هو هيم، خلاص. طيب خدنا الفيريك ايرن دخل الاستومك بتاعتنا، بيتحول ازاي لفيرس؟ بيتحول باستخدام ال HCl اللي هو حمض المعده، وباستخدام فيتامين سي، عشان كده قلنا فيتامين سي من الفيتامينات اللي محتاجاها في اكلي، يبقى دي اول اهميه لفيتامين سي، انه بيساعد في تحويل الحديد لصوره يمكن امتصاصها. هيتنقل بعد كده للانتستين، وفي الانتستين في ترانسبورتر هياخد الحديد ينقله لجوه الخليه، ومن الناحيه الثانيه بوابه تخرجه للدم. الكلام ده بيتم فين؟ بيتم في الديودينم. الحديد بيمتص فوق في الديودينم، يعني في الاثنى عشر، مش بيبعد قوي عن الحامضية لانه محتاج الاحماض عشان يبقى في صورة سهل امتصاصها. الفيرس ايرن هيدخل الخلية يحول مركب موجود اصلا جوه الخلية اسمه ابوفيريتين، لما يمسك الحديد فيه يحوله الفيريتين. طب ده كده الحديد اتخزن، فين بقى اللي انا امتصيته؟ هو الجزء من الحديد اللي مش هيمسك في الابوفيريتين ولا هيدخل في الميتوكوندريا، لكنه هيعدي من الفتحة دي اللي هو ترانسبورتر اسمه فيروبورتين، يخرج منه الحديد للبلد. على البلد مين اللي هيشيل الحديد؟ ناقل الحديد، ترانس يعني نقل، ناقل الحديد، ترانسفيرين. طيب ذكرنا اسمين، فيريتين وترانسفيرين، ايه المعلومات الاساسية عنهم اللي نعرفها؟ الفيريتين انه المين ستورج فورم اوف ايرن في جسمنا، ده الصورة الرئيسية اللي الحديد بيتخزن بيها، بيتخزن في الليفر وبيتخزن في الانتستينال ميكوزال سيلز في صورة فيريتين وفي انسجة تانية. طب والترانسفيرين؟ الترانسفيرين ده عبارة عن زي ما قلنا ناقل الحديد، ترانسبورت بروتين فور ايرن، وده نورمالي بيبقى 35% منه بس ساتيوريتد ويز ايرن، يعني مش بيبقى مكبس قوي بالايرن لغاية ما يتملي على الاخر، بيتملي منه 35% ساتوريشن، تمام؟ لما بيقل الحديد في البلازما وبنكون محتاجين حديد، بيبتدي الترانسفيرين يزيد عشان يشيل حديد اكتر من الانتستين، تمام؟ والعكس بالعكس، عشان كده بنلاقي ان عيانين الانيميا عندهم ترانسفيرين عالي والساتوريشن بتاعه واطي لانه فاضي، يعني ده هو متخلق عشان يتملي ان شاء الله لما نبتدي نديهم بقى حديد بعد النقص اللي حصل لهم. طب ولما يحصل ايرون اوفرلود يحصل العكس، يبتدي الترانسفيرين يقل تصنيعه، فخلاص يعني يبقى مليان قوي الحبه اللي موجودين، فما يقدرش يمتص حديد اكتر من كده عشان ما يزودش الاوفرلود.
في مرض اسمه هيموسيدروزس، وده بيبقى عبارة عن ايرن اوفرلود بيخلي الفيريتين يتكون كتير في الأنسجة ويتحول ل هيموسيدرين اللي هو مركب مش بيتكسر بسهولة، وده بيعمل تيشو دامج وبيسبب مرض اللي هو البرونز دايابيتس، مرض سكر، لأن المركب ده بيكسر خلايا البنكرياس فبيعمل سكر، بيعمل دايابيتس، وبرونز علشان هو كمان بيترصف تحت أو في خلايا في الجلد فبيعمل لون غامق، بيدي لون برونزي. طيب تاني حاجة مهمة في الدايت الفيتامينز، هنتكلم عن فيتامين بي 12 وفوليك أسيد. بالنسبة لفيتامين بي 12 اند فوليك اسيد، الاثنين دول محتاجينهم في الدي ان اي سينثيسز والنيوكليار ماتوريشن اللي هي بتساعد على السيل ديفيجن، فلما بينقصوا بيحصل فيلير اوف سيل ديفيجن، معلش دي غلطة، ار ان اي continues to be formed، بيفضل يتصنع ار ان اي، يبقى ما بصنعش دي ان اي اللي هو بيعمل انقسام، لكن بصنع ار ان اي اللي بيتصنع منه البروتينات، فبتفضل الخلية تصنع في بروتينات وتكبر تكبر تكبر ولكن ما بتنقسمش، تمام؟ بالتالي بتطلع الار بي سيز المصنعه في حاله نقص فيتامين بي 12 وفوليك اسيد فراجايل وريجولر وشورت لايف سبان. السورس بتاع الفيتامين بي 12 هو انيمال اوريجين، بيبقى موجود برضو في اللحمه والكبده والبيض والمنتجات الالبان. ريكويرمنتس بتاعتي مش لازم احفظها قوي، بس مهم ان انا اعرف انه متخزن في الليفر كميه كبيره جدا منه، يمكن 1000 مره قد الريكويرمنتس اللي انا محتاجاها. عشان كده علشان يحصل نقص فيتامين بي 12 نتيجه لان انا ما باكلوش في الاكل ده، محتاج فتره طويله جدا من عدم اكله، وده صعب قوي يحصل، تمام؟ عشان كده بنقول رير كوز يعني. طيب لو نقص بقى لاسباب اخرى، نقص امتصاص، مشكله ما، هنلاقي انه بيعمل حاجه اسمها ماكروسيتيك انيميا، يعني انيميا عشان الار بي سي مش عارفه تتصنع بشكل كويس، واللي بيطلع منها بيتكسر بسهوله وعمره قصير. بس ماكروسيتيك يعني حجمها كبير، ضخمه، تمام؟ ليه ضخمه؟ عشان ما انقسمتش. بيعمل كمان نيورولوجيكال مانيفستيشن، لان فيتامين بي 12 معروف انه مهم للمايلينيشن اوف نيرفز، عشان كده بنلاقي مرضى الاعصاب، التهابات الاعصاب الطرفيه والناس اللي بتنمل وكده، يقول له خد فيتامين بي، تمام؟ فنقص فيتامين بي بيعمل مشاكل في الاعصاب مع الماكروسيتيك انيميا. بيمتص فين فيتامين بي؟ بيمتص بي 12 يعني، بيمتص في الاليوم بعيد يعني بيمشي سكه كبيره، وخلال السكه دي كان ممكن يتهضم ويتكسر، عشان كده ربنا عامل حاجه اسمها انترنسك فاكتور بيتفرز من خلايا في المعده. لو بصينا هنا كده هنلاقي الخليه ومطلعه اهي انترنسك فاكتور عشان يمسك في فيتامين بي اللي هو الحاجات البينك الصغيره دي، عشان يفضل ماسك فيها وحاميها طول الرحله، لما يوصل بقى ان شاء الله للخلايا اللي عندها مستقبلات او عندها قدره ان هي تاكله تدخله جواها عشان تخرجه من الناحيه الثانيه للدم، يبتدي خلاص يفك بقى من الانترنسك فاكتور، تمام؟ طيب وصل الدم، يعني هنا وصل الخليه، هيدخل جوه الخليه ويطلع من الناحيه الثانيه اهو، ادي الخليه برده بس بص العكس، وادي خرج اهو للدم، هيتنقل في الدم على حاجه برده اسمها ناقل بي 12. بي 12 اسمه الكيميائي كوبالامين، فالناقل بتاعه بيبقى اسمه ترانس كوبالامين. الفوليك اسيد بقى المصدر بتاعه عكس البي 12، مش منتجات حيوانيه بس، لا ده كمان موجود في المنتجات الايه النباتيه الحاجات الخضراء. لما بينقص بيعمل بيبقى النقص ده نتيجه اما ان احنا ما بناكلش سورسز كويس، يا اما بيحصل فيلير اوف ابسوربشن مش بيمتص، ونتيجته بتكون ماكروسيك انيميا. طيب بما اننا ذكرنا بقى انيميا انيميا انيميا، فايه هي الانيميا وانواعها واسبابها؟ الانيميا هي نقص الاكسجين ديليفري تو ذا تيشوز، الاكسجين اللي وصل للتيشوز قل، وده بيبقى نتيجه نقص الهيموجلوبين ونقص عدد الار بي سيز، وعاده طبعا الاثنين لانهم مرتبطين ببعض. دي الارقام اللي بتحدد الانيميا، يا اما الار بي سيز كاونت اقل من الارقام دي والهيموجلوبين اقل من الارقام دي. انواعها بتتحدد حسب الكاركترز اوف ار بي سيز، يعني حسب الار بي سيز اللي موجوده. ما فيش حد عنده انيميا ما عندوش ار بي سيز خالص، هو عنده بس قليلين. الحبه القليلين اللي موجودين دول قد يكونوا حجمهم وشكلهم طبيعي، فده بسميه نورموسيتيك، مش شكلهم انا اسفه، حجمهم والهيموجلوبين اللي جواهم ككميه طبيعي، فده بسميه نورمو نورمو نورموسيتيك نورموكروميك. لو صغيرين في الحجم بسميهم مايكروسيتيك هايبوكروميك، لو كبار في الحجم بسميهم ماكروسيتيك. النورموسيتيك نورموكروميك انيميا اسبابها اكيوت بلاد لوس، حد نزف، فالحبه اللي موجودين سلام، يا اما اكسسيف هيموليسيس، انا بكسر شويه واسيب شويه، فالشويه اللي موجودين برده حجمهم طبيعي. والهيموليسيس ممكن يكون سببه حاجه داخليه، يعني الار بي سيز نفسها عندها سبب شخصي فيها هي بيخليها تتكسر، زي امراض الانيميا الوراثيه، تمام؟
يا اما اكسترنسك فاكتور يعني حاجه خارجيه. يبقى الانترنسك انيميا وراثيه زي الهيرديتري سفيروسايتوزس وانيميا الفول اللي هي جي 6 بي دي ديفيشنسي او السيكل سيل انيميا الانيميا المنجليه. اكسترنسك فاكتور بقى عوامل خارجيه زي انه ياخد دم مش مظبوط سواء كان جروب او ار اتش، يتعرض لبعض الكيماويات اللي بتكسر الار بي سيز او انفكشنز زي الملاريا اللي بتكسر الار بي سيز. تمام، يبقى اذا الار بي سيز الموجوده هتكون نورمال سايز في حاله الاكيوت بلاد لوس وفي حاله الاكسسيف هيمولوس سواء انترنسك او اكسترنسك فاكتور، وكمان في حاله البون مارو ديبريشن لما البون مارو يبطل يصنع ار بي سيز بكفاءه. الحبه اللي هيصنعهم هيكونوا سلام بس الكميه مش كافيه لاحتياج الجسم. طيب المايكروسيتك بقى دي اللي بتكون صغيره في الحجم. الاختصارات دي هناخدها مع البلاد انديسز، هنفهم يعني ايه ام سي في وام سي اتش، بس هنفهم مبدئيا ان هي صغيره في الحجم تمام وهيموجلوبينها قليل. دي بتكون عاده بسبب نقص الحديد، ده اشهر سبب موجود للايرن للمايكروسيتك انيميا، فبنسميه ايرن ديفيشنسي انيميا، انيميا نقص الحديد، ودي اشهر سبب انيميا موجود. طب ايه اللي يخلي الحديد ينقص؟ يا اما ما باكلش حديد، يا اما محتاج حديد اكتر من المتاح تمام في مرحله نموه مثلا وما باخدش حديد كفايه، يا اما نقص امتصاص بسبب انه العوامل اللي بتخليه فرز زي الاتش سي ال مش موجوده، يا اما انا باكل حاجات بتمسك الحديد تكلكعه وتخليه غير قابل للامتصاص زي الناس بتشرب شاي بعد الاكل وما بتاخدش حديد في صوره هيم، فبيبقى كل الحديد اللي عندها معتمد على انه يتحول لمركبات دايبه، فبيبقى صعب لما يعملوا لما ياكلوا المركبات دي. قلنا الفايتيتس والفوسفيتس والاوكزاليتس كل دي حاجات بتعمل مشاكل، وطبعا لو في مشكله اصلا في الامعاء بيبقى في سوء امتصاص عامه لحاجات كتير. اخر سبب الكرونيك بلاد لوس زي لما يكون في حد عنده قرحه عنده مشكله بينقط دم كده بكميات قليله قوي، ما هوش نزيف اللي يعمل نورموسيتك انيميا، ولكن بيرمي حديد في الشارع، لان اتفقنا الار بي سيز لما يخلص عمرها بناخد الحديد بتاعها على الترانسفيرين عشان نصنع منه جديد تمام، فانا كده رميته وبالتالي اللي بيحصل ايرون ديفيشنسي انيميا. اخر نوع اللي هو الماكروسيتك او اللي بنسميه ميجالو بلاستيك انيميا تمام، وده بيكون يا اما نتيجه فوليك اسيد او فيتامين بي 12 ديفيشنسي. وفي نوع سخيف قوي اسمه برنيشس انيميا اللي هي الانيميا الخبيثه، ده بيكون سببه انه بيحصل انتي بودي فورميشن اميون رياكشن، جهاز مناعتي بيهاجم جسمي. بيهاجم ايه بقى في جسمي؟ بيهاجم الجاستريك سيلز اللي بتصنع الانترنسك فاكتور تمام، وهي نفسها على فكره اللي بتصنع الاتش سي ال كمان، فالشخص ده بيبقى عنده حبه نقص كمان في امتصاص الحديد، بس المشكله الاكبر في فيتامين بي 12. الجزء ده مش مهم. ايه اللي ممكن يحصل نتيجة للأنيميا كأعراض؟ اول تاثير الهايبوكسيا، ان الواحد يبقى عنده نقص اكسجين، فبالتالي الانسجه لما ينقص فيها الاكسجين البني ادم يتعب بسرعه، ديسنيا، يبقى نفسه كده بينهج بسهوله، لاك اوف كونسنتريشن، مش مركز قوي، بينسى كتير، لو طفل ممكن يحصل فيه ريتاردد جروث تمام، يعني نمو يتاخر. في كمان انكريس كاردياك ورك، تلاقي دايما عينين الانيميا قلبهم تعبان، يعني يحسوا بضربات قلبهم سريعه قوي ويحسوا انهم هبطانين وبتاع، ده بسبب ان القلب بيحاول يعوض عن طريق ميكانيزم كده مش علينا، هو المهم انه بيتاثر بلزوجه الدم اللي قلت والفازو دايلاتيشن اللي حاصل، فبيبتدي القلب يحاول يسرع البلاد فلو وده يؤدي لانه يجهد. عكس الانيميا بقى بوليسايسيميا اللي هي زياده بقى في كرات الدم تمام، ده بيعمل زياده في لزوجه الدم، وبيكون يا اما برايمري يا اما سكندري كوز. برايمري يعني حاجه اوليه، هو لوحده كده الجسم ابتدى يصنع ار بي سي زياده تمام، زي الاورام الحميده كده خلايا بتكتر وخلاص. السكندري بقى اللي هي بتكون في مسبب، زي الناس برضو اللي عايشين في المرتفعات مده طويله قوي، دول بيحصل عندهم تحفيز زي ما قلنا قبل كده للاريستروبويتين، فبيبتدي الار بي سيز عندهم تزيد عن الطبيعي. وكمان بتوع الهارت ديزيزس واللنج ديزيزس، لان دول عندهم كرونيك هايبوكسيا، فالار بي سيز عندهم بتبقى في اتجاهها للزياده تمام، طبعا لو العناصر موجوده في الجسم يعني. شكرا، احنا كده خلصنا الجزء اللي علينا المرة دي، وان شاء الله اشوفكم المرة الجاية على خير. سلام عليكم.